بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الداخلي هو ذاك الشعور بالسكينة والأمان، لطالما بحث عنه الإنسان ولم يجد إلا قلة سبيله إليه. تريد أنت أيضا السلام الداخلي، تريد النجاح، تريد الشعور بالطمأنينة أينما كنت وكيفما كنت. الطريق سهل والدستور موجود لكل زمان ومكان ولكل إنسان. دعنا في رمضان نعيش كل يوم أحد طرق النجاح وكيف نملأ الخزينة بالطاقة الإيجابية. انتعش معنا كل يوم واروي ظمأك من أجمل دستور في الحياة، ودع شمس الحبيب تشرق في صدرك كلما سرت على خطاه. أهلا بكم معنا في شمس الحبيب عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة شمس الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن القصة اليوم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى أي التراب من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر. فوائد كبيرة وعظيمة من القصة أذكر منها ثلاث. إذن النقطة الأولى التجربة. التجربة تجعل الأشخاص أكثر عمقا وأكثر إحساسا، فكلما مررنا بتجارب صعبة فهي دروس نتعلم فيها فن الحياة. لذا وجب رؤية الأمور بشكل إيجابي، فلولا هذه التجارب لما فهمنا بعض الأشياء. وفي هذه القصة عطش الرجل الشديد جعله يفهم ويحس بعطش الكلب. النقطة الثانية الأعمال الصالحة، وإن كانت تبدو صغيرة بالمقارنة مع أعمال أخرى يقوم بها البعض، فهي تحسب عند الله وتقود إلى المغفرة. فليس من الضروري أن تكون غنيا أو عندك أمور معينة، لكن المطلوب أن يكون عندك قلب كبير. فبمجرد مساعدة أي كان، سواء يعني حيوان أو إنسان، بأشياء ولو بسيطة، فيمكن أن يكون يعني باب المغفرة بالنسبة إليك. فإذا فلنبحث دوما عن كيف نساعد وكيف نحسن، فكلما كان السعي في ذلك كلما كانت فرص المغفرة كبيرة. النقطة الثالثة، من خلال هذه القصة نفهم أن الله سبحانه وتعالى رحيم بكل خلقه حتى الحيوانات، فعلينا الانتباه لعدم الضرر. كما تحسب الحسنات للمعاملة الجيدة ستسجل أيضا الإساءات حين يكون هناك ضرر. فعلينا الانتباه في سلوكنا اليومي، ليس فقط فيما يخص الأشخاص ولكن أيضا باقي الخلق. جعلنا الله وإياكم ممن يوفق للعمل الصالح ويغفر له. ونهاية هذه الحلقة طبعا الجملة الشهيرة: لندع شمس الحبيب تشرق في صدورنا. إلى الغد إن شاء الله.